السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع صابرين وحلقه جديده من كورس صوتيات وتعلم انجليش اونلاين. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا 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 جدا. ليه؟ لان احنا في الانجليش دايما بنكتب الكلمه وما نيجي نقراها اوقات بنقراها عكس ما بنكتبها. ازاي؟ في حروف احنا بنبقى كاتبينها مش بنقراها. طب ايه الحيره دي؟ طب احنا امتى نقرا الحروف دي وامتى ما نقراهاش؟ الحروف دي ليه مش بنقراها؟ ده بقى موضوع حلقه النهارده. الحروف دي بنسميها في الانجليش silent letters يعني حروف صامته ما بتتنطقش. طيب انا اعرف ازاي بقى الحرف ده هنطقه امتى وامتى ما نطقوش؟ هناخد بقى مع بعض الموضوع ده النهارده ان شاء الله، والحلقه الجايه ان شاء الله في الصوتيات هنقسمهم. عندي في مقاطع بتيجي في اول الكلمه، المقاطع دي فيها حرف مش بيتنطق، واحيانا بتيجي في نص او اخر الكلمه. النهارده ان شاء الله هناخد المجموعه اللي بتيجي في اول الكلمات، هنعرف امتى ننطق ده وامتى ما ننطقوش. وان شاء الله الجزء الثاني بقى في الحلقه الجايه من Silent Letters هناخد الحروف او المجموعات اللي هي بتيجي في نص الكلام او في اخره. تمام؟ طيب نبدا بقى مع بعض. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه عندي KN. الKN لو جت في اول الكلمه الكي بتبقى سايلنت مش بنطقها، يبقى العلامه الحرف اللي تحتيه علامه حمراء ده هو ده اللي هيبقى سايلنت مش هنطقه. يبقى لو الكلمه بدات بكي ان بنطق الان على طول مش بنطق الكي. زي ايه؟ زي كلمه نو. هنكتب بقى الحرف السايلنت بالاحمر عشان نبقى عارفين. زي كلمه نو، يعرف هي بدات بالكي بس احنا ما نطقناش الكي. طب ما احنا محتارين امتى هننطقها وامتى مش هننطقها. لو جت الكي بعدها ان ما انطقش الكي. الكلام ده فين؟ في اول الكلمه. حلقه النهارده كلها في اول الكلمه. طيب زي كلمه ايه كمان؟ زي كلمه ني، ركبه. ركبه الراجل اسمها ني، برضو بتبدا بالكي بس مش بنطقها، بقول على طول ايه؟ ني. طيب الحرفين التانيين دبليو ار. لو لقيت اول الكلمه دبليو ار مش بنطق الدبليو خالص، بنطق الار على طول مع اللي بعدها. زي ايه؟ زي كلمه رايت، دي اشهر حاجه يعني يكتب. احنا بنكتب الدبليو بس مش بننطقها، بنكتبها بالشكل ده ما بننطقش الدبليو، بنقول على طول رايت رايت مع انها اولها ايه؟ اولها دبليو. يبقى الكلمه اللي تبدا بدبليو ار مش بنطق الدبليو. اللي بعده الاي يو. لو الكلمه بدات باي يو زي كلمه شهيره جدا كلنا عارفينها يوروب، اللي هي قارة أوروبا. يوروب بادئة بالإي مش بنطقها، بنطق من أول اليو على طول يوروب. لو كلمة كمان بدأت بجي إن ما بنطقش الجي. زي كلمة نو. نو يعني يقرض. الفار لما يجي كده يقرض الخشب او يقرض اي حاجه بنقول عليه نو. الفيرب يقرض، الفعل يقرض، بيبقى بالانجلش اسمه نو. بيبدا بالجي بس مش بنطقها. عشان ايه؟ عشان جه بعدها ان. لكن لو جت ما بعدهاش ان بنطقها عادي. الكلام ده لو بعدها ان. كمان حرف البي اس. لو كلمه بدات بيهم ما بنطقش البي، البي هي اللي بتبقى سايلنت، بنطق الاس على طول. زي كلمة ايه؟ زي كلمة psychology. psychology يعني علم النفس. كلمة psychology على فكرة بتبدأ بالبي بس مش بنطقها، بتبقى بالشكل ده كده. دي واي بتبقى بالشكل ده ما بنطقش البي، بقول على طول psychology psychology. والبي مش بنطقها بس في امتى؟ لو جه بعدها ايه؟ برافو اس. لو جت الكلمة أولها R H مش بنطق ال H، بنطق ال R بس. زي كلمة إيه؟ زي كلمة رايم. رايم يعني قافية أو بيت الشعر، القافية بتاعت الشعر أو بيت الشعر بنسميه بالإنجلش رايم. هنا أنا عملت إيه؟ ما نطقتش ال H، قلت رايم. عندي كمان لو الكلمة بدأت ب H O N مش هنطق ال H برضو. لو الكلمة بدأت ب H O N مش هنطق ال H، هتبقى silent.
زي كلمة honest. honest honest يعني أمين. لو الشخص ده بيتصف بالأمانة بنقول عليه أمين، بيبقى honest. فكلمة honest بتبدأ بالإتش O N. فبالتالي لو الكلمة بدأت ب H O N مش هنطق الايه الاتش، الاتش هتبقى silent. نيجي بقى هنا لأهم حاجة بنتلخبط فيها كتير، أدوات الاستفهام بتيجي كمان في بداية أدوات الاستفهام في الإنجليش. الدبليو اتش أحيانا الاتش هي اللي بتيجي silent، وأحيانا الدبليو هي اللي بتيجي silent. أحيانا بنقول وا وأحيانا بنقول ها. يعني مثلا أحيانا بقول when what وبقول هو هوم. طب امتى بقى الدبليو اللي تبقى سايلنت وامتى بقى الاتش اللي تبقى سايلنت؟ هنقول دلوقتي الدبليو اتش لو جه بعدها الفاولز دي الاي، لو جه بعدها اي اي اي، الدبليو اتش لو جه بعدها اي اي اي، الاتش هي اللي بتبقى سايلنت ما بتتنطقش. تاني الدبليو اتش لو جه بعدها حرف من الثلاثه الفاولز دول A E I، الاتش هي اللي بتبقى سايلنت ما بنطقهاش. زي كلمه وات معناها ما او ماذا، هنا الاتش جت سايلنت ما نطقتهاش عشان بعدها حرف الايه الاي وات. زي كلمه وين سوري وين جه بعدها اي، فبالتالي برضو ما نطقتش الايه الاتش. اما بقى لو جه بعد الدبليو اتش حرف الاو، الدبليو هي اللي بتبقى سايلنت فبقول هو. زي اداه الاستفهام هو من، هنا الدبليو هي اللي سايلنت، وعندي كمان هو. وهول وحاجات كتير قوي. يبقى الدبليو اتش لو بعدها حرف الاو الدبليو هي اللي بتبقى سايلنت، لكن لو بعدها اي 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 الاتش هي اللي بتبقى سايلنت. وبكده يبقى خلصنا الحروف او مجموعات الحروف اللي لما تيجي في اول الكلمه في حرف منها ما ينفعش انطقه، بخليه سايلنت، بيبقى سايلنت ليتر. وده كان موضوع حلقتنا النهارده، يا رب نكون فهمنا واستوعبنا، ويا ريت تكونوا بتكتبوا معايا، ولو ما كتبناش نرجع شويه الحلقه ونكتب الكام حرف دول او مجموعه الحروف دول ونحفظهم كويس، عشان المره الجايه ان شاء الله لما ناخد باقي الحروف اللي في نص وفي اخر الكلمه نبقى استوعبنا دول. تمام، لو الحلقه عجبتكم ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب.